السلام عليكم، معاكم محمود من قناة رو لايف. احنا على بعد، احنا فين بس اقول لكم، احنا على بعد حوالي 100 كيلو من 100 كيلو متر من مدينة كازان. انا وجدت المسجد ده في الطريق، فبس مش عارف الاقي بس مدخله. قصتنا مش الدخول للمسجد، هنا اهو، ما هو باين في الشمس بس مش عارف شغال ولا لا. المساجد هنا لمعلوماتكم بس بتبقى محتاجة دايما دعم علشان تشتغل. الدعم ده مثلا بيبقى مالي طبعا، رعاية طبعا، في الجليد بيبقى محتاج صيانة، حاجات مختلفة. هنا مثلا عندنا الجامع ده يبدو ان هو مغلق، لان ما يعني شكله مبني مش من زمان، يعني حديث نسبيا، ولكن عشان بس ايه، في ناس بتروح تترستان وهي بتلاقي مسجد مثلا، فالمسجد ده بيبقوا عايزين يدخلوا فيه فيلاقوه شغال. مساجد كتيره مبنيه، اللي بناها وقال لك انتوا بقى ادعموه بعد كده، اهل القريه اهل المدينه ويعني مسؤوليتكم، ومحدش دعمه، ما بيشتغلش. فده هو المدخل هنا اهو، خصوصا ده على الطريق، يعني واضح هو معمول للمسافرين مثلا ولا حاجه، زيه زي مساجد كتيره مبني على طراز وستايل غريب شويه. يعني مش عارف ده خشب، ده اللي هو الصفيح ده، او بيبقى صاج. المهم، موضوع النهارده في الخلاصه هو تعلقك بالمساجد او تعلقك بالكنائس حسب ديانتك. لما بتسافر هل بتفتكر ربنا؟ هل بتبقى الموضوع ده في دماغك، ولا رب هنا غير رب هناك؟ يعني لما كنت في بلدك الاهتمام كان بشكل معين، بضغط عائلي باسري باجتماعي، وبعد كده هنا مفيش ضغط، انت حر تماما تعمل اللي انت عايزه، فلذلك مفيش اهتمام بالامور الدينيه والروحيه. فعندنا هنا مثلا المثال بتاع الجامع. لو انا مثلا معايا رفاقي واصدقائي وطالعين بالعربيه على المشوار، وبعد كده قلت لهم هنزل ايه اصلي وكده، فهلاقي ان انا هنزل لوحدي، مش يعني مفيش تعاون، مفيش يعني على الاقل مجامله، يعني مش هقول لكم هو الناس مهتمه مثلا انها تصلي او انها تعرف حتى الجامع، الحياه الدين هنا عامل ازاي، ايه الاختلافات. يعني في ناس مثلا ليا اصدقاء حبوا ان يروحوا الكنيسه ويتكلموا في بعض الامور عشان يعرفوا الاختلافات والاتفاقات ما بين الفرق المختلفه. طب يعني بعض المسلمين بيحبوا يعرفوا الموضوع ده، بس للاسف انا بلاقي معظم الطلبه ما فيش اكتراث للامر، او ان الموضوع يقول لك انا الدين في قلبي وخلاص، يعني وانا جيت هنا عشان ادرس، مش عايز اشغل نفسي بقى بحكايه ان انا ادور على جامع ولا ايه الاختلافات ولا بين الفرق والشيع. مش بقول لازم، يعني مش اجبار انك لازم تعرف الفرق بين الفرق والشيع، ولكن من باب العلم بالشيء، انت عايش في بلد، يعني ساعات كتير بتقعد عايز تعرف الفرق بين ستاتنا وستاتهم، الفرق بين الزواج عندنا والزواج عندهم، الفرق طب الفروقات دي انت عايز تعرفها كلها رغم انها ممكن ما تخصكش حاليا، بينما الدين اللي هو المفروض يخصك ويخص كل بني ادم مسلم او مسيحي دينه يخصه، مش عايز تعرف الفرق في البلد اللي انت عايش فيها. يعني مش هقول لك التبعات بتاعت كده ايه، يعني عشان ما اطولش بس في الحلقه، ولكن مش صح، انا من وجهه نظري يعني ان مش صح انك تتجاهل الامور الدينيه بمجرد ما تطأ قدمك الى اوكرانيا او روسيا وخلاص وكلامي خلص. ويا ريت الفكره تكون وضحت. نشوفكم على خير، في حفظ الله، السلام عليكم.